9726. تمام، ترتيبهم 6297 يوم وفاة والدتها. جربي تاني. 9762 عيد ميلاد طليقها. طيب أنا ليه محاولة تالتة؟ لا، تالتة مش ليكي، احنا ما نقدرش نغامر، انت عارفه كده كويس. 2697 اليوم اللي قابلت فيه حبيبها التركي اللي مات. اي بس متاخر. يا ماما الحمد لله على السلامة يا سيف. ايه اللي معادي كده؟ اللي مصحيكي اساسا لحد دلوقتي؟ لا مفيش والله، زيك جيت انت حبيبي. طب ما بتقعدي ولا ايه؟ انا لا بعيط ولا حد. لا الراجل اللي جوه ده مزعلك؟ يزعلني ايه؟ ما عملهاش واحنا صغيرين، هيعملها في اخر العمر. بقول لك على حاجه، قربي انا جايب لك عريس. انهي نفسك عروسه بس انت. ابدا والله يا حبيبي ما تقلقش عليا، ده انا حلمت بامي الله يرحمها. شكلها كده زعلانه مني عشان مخاصمه خالك شاكر، غضبانه مني ومش راضيه عني ولا عنه هو كمان، هي وابويا الله يرحمها. نزرت البت سلمى؟ اه والله البت سلمى لما جت قلبت عليك المواجع بس كده. على مو كويس ان ده حصل. ان شاء الله اول لما يرجع اجازه انا هعدي كل صوره ونصفي كل اللي فات. تمام؟ ان شاء الله يا حبيبي ان شاء الله. المهم انت انبسطت وفقت في سفريتك؟ وفقت كله زي الفل، وعندي اخبار حلوه بس اقولها لك بكره الصبح بقى ان شاء الله. دايما دايما اخبار حلوه يا سيدي، دايما يا حبيبي. رؤتي؟ طبعا طبعا، في ام عندها ابن زيك حبيبي، البصة في وشك تساوي الدنيا وما فيها. طيب ربنا يحميك ويحفظك ويرضى عنك ويرزقك قادر يا كريم. ويخليك يا رب. أم أعمل لك أكل بقى. لا 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 أكل إيه؟ ولو النبي لو النبي. آه. أنت غاوية شقة. آه. أنا أخش أنام يا أم النبي. ليه؟ ماشي بكرة بحكي لك. يلا تصبح على خير. أنت من أهلي. عايز حاجة؟ ربنا يرزقك يا حبيبي، عايزة سلامتك بحق جاه المصطفى. البنت دي عميلة كويسة، هتسد مع نازلي ويمكن تركبها كمان. لكن لو بتسألني على رأيي في موضوع الخزنة أنا مش متفق معاك، صعب. صعب إنها تفتحها في الوقت الضيق ده. وبعدين ما نقدرش نقعدها أكتر من كده وإلا هتلفت الانتباه. أنا ما عنديش حل غيرها دلوقتي. وسمير اللي زرعته في شركة الصيانة محتاج وقت كتير علشان يتدرب يفتح خزنة. وكفاية عليه إنه جاب لنا مكانها ونوحة. انت لو كلفت دينا بالمهمه دي تبقى بترميها في النار. عموما انت حر، العمليه عملتك وانت صاحب القرار. خلاص جاهزه تمشي؟ ما قداميش حل تاني. انا مش عايزك تشيل هم، وهنتقابل قبل السفر. حاضر، شاكره جدا يا فندم واسفه كمان مره. قلت لك 100 مره ما تتاسفيش، وسلمي لي على جدك، قولي له فاروق السوهاجي بيسلم عليك. تمشي لحال المستشفى دلوقتي؟ حضرتك تعرف جده عبد الله؟ طبعا، نعز المعرفة. حاربنا سوا وشفنا الموت انا وهو بدل المرة 10. في الاستنزاف كنا بنعدي سينا نخطف العساكر والظباط ونرجع انا وهو لوحدينا. بخليه يحكي لك. طب حضرتك ما قلتليش من الأول ليه؟ ما كانش ينفع دينا. يلا شد حيلك وارفعي راس انا وجدك. ربنا معاكي. شكرا. على اذنك. اتفضلي. لاخر مره بقولها لك يا رفعت. دينا مش جاهزه للمهمه دي. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجه تفوتك.